وتوب أحسن لسوين عليك بلوفر سمارت رابيدون تاتوب نت اللي تحط على ذمتك دي دي بي من 20 إلى 100 ميجا وزيد عندك معهم أن ريبيتر واي فاي أوفير عرض صالح حتى 31 أوت لمزيد المعلومات ادخل على www.topnet.tn توب نت Very Internet People توب نت اللي سيرفيس كليون دو لاني 2021 شنو طاح؟ واه يا هول بينك طاح يا برو يلا لانسي ترى البينك طايح ثانكس توب نت جيمرز كوميونيتي اهلا وسهلا ومرحبا بكم معاكم فورة تحميدة اي كي اي بيج بوي اليوم 3 سبتمبر 2021 ثم تابعوا في البينك تايح على اي اف ام و ام تي ار سبورت موعدنا كل جمعة لقيد هذا من 11 حتى الماضي ساعة نذكر اللي تنجموا تابعونا اون لايف ستريمينغ على باج فيسبوك متاعنا راديو اي اف ام ولا ام تي ار سبورت وتنجموا تلقاونا زيدا كيف كيف على تويتش البينك تايح ليميسيون هذه كيما عودناكم مجعولة باش تلم الكوميونيتي متاع الجيمرز عن نيوز على الاكتواليتي والانترتينمنت زيدا كل جمعة تيم جديد وغيست جديد يرافقنا لمدة ساعتين من زمان Here and Nowhere Else في البينك تايح بوكو دو روبريك يستنيو فيكم لمدة ساعتين من زمان رجعنا لكم كالعادة سامحوني اون فورس مع الشبيبة سعيد برشا بحضوركم معايا في الابيزود السادس من البينك تايح خليل غربي اكي كراتوس مرحبا مرحبا فرات ومرحبا باللي يسمعوا فينا الكل ان شاء الله ابيزود مزيانة كالعادة كالعادة إن شاء الله دونك كراتوس جيمر وممبر فونداتور متاع الاسوسياسيون جي ان جي جيمرز ان جيكس ويوسف بوفي دي كي اي البوف أهلا بيك أهلا بالبيج بوي الجملة اليوم باش نعمل سيزيام ابيزود تكهناتك في الباتل وبعد هيا كبس لي راح بدينا مرزوفة من تابش نروح وراه ندير روحه من تاورة دونك شباب يوسف بوفيد راكم سمعتوه اي كي اي بوف سي يو كو فونداتور متاع ايرودوت ستوديو ستارت اب وستوديو متاع جيمينج تونسي بلاك شاينا زيدا حاضر معنا اهلا وبيك عسلامة هلو جايز دونك مرحبا بك بلاك الجو اللي باش نحكيو عليه اليوم هو كونتر سترايك جلوبال اوفنسيف سي اس جو ان جو اف بي اس عنده تاريخ كبير مع الكوميونيتي التونسيه نتاع الجيمنج اليوم عنا ايبيزود مهبول شباب كيما عودناكم وفي البروغرام كالعاده باش نتعرفوا على الجيست نتاعنا سفيان بورحيله اي كي اي يوري اهلا وسهلا بك في البينك تايح اهلا عسلامه وعايشك على الانفيتاسيون عايشك انت قبلت الانفيتاسيون ميرسي انك معنا اليوم دونك بعد جيست بروفايل باش نحكيو مع بلاك شاينا على قصه كونتر سترايك والإيفوليوشن متاحة في الكوميونيتي التونسية متاع الجيمينج وبش نتناقشو نتعمقو في الجو اللي اخترناه لكم اليوم نحاولو زيدا مع الكرونيكور اللي حاضرين معنا البوف وكراتوس بش نعطيوكم أهم النيوز فيما يخص الجيمينج فيما يخص الإيسبورتس زيدا في الساعة الثانية نعملو ضحكة في زابينج مع صاحبنا معتز AKA المعد دونك نعاود نذكر اللي تلقاونا في الساعة الأولى مع يوري سورونتين على راديو EFM لكن تلقاونا زيدا في الساعة الأولى والساعة فينيا اون لايف ستريمينغ على الباج فيسبوك ام تي اش سبورت والباج فيسبوك راديو اي اف ام وكيف كيف تلقاونا على تويتش البينك تاغ طايح سامحوني دونك كان هذا بروجرام اليوم في البينك تاغ على اي اف ام وام تي اش نذكر قبل ما نبدا اللي باش نجموا تربحوا تلعبوا طرح سي اس جو اون لايف في اخر ليميسيون مع الجيست نتاعنا يوري معليكم كان تتابعونا على تويتش البينك تاغ وتكتبوا ان كومونتير هاشتاغ البينك تاغ وهكاك تدخلوا في القرعه والرابح كيما قلت يلفا تشالنجي يوري في طرح سي اس جو ومن بعد واليوم نانسي وتشالنج جديد اسمه بيست 3 سيت اب دونك معليكم هوني كان تصوروا لي سيت اب اللي عندكم في بيوتكم وكيجيو تاخذوا في التصويره حلوا الباج اوفيسيال نتاع ام تي اش سبورت تلقاو فيها البوبليكاسيون نتاع بيست 3 سيت اب حطوها على الايكرون نتاعكم واحنا متصور هذا نختاروا احسن 3 سيت اب ومن بعد البوبليك ان شاء الله هو اللي باش يقرر البوديوم والتوب 1 باش يكون حاضر معنا في اللايف الجاي ان شاء الله نتاع البينك تايح دونك Good luck, Nes Lekol, n'a t'adé ou tout de suite l'invité interne fi Guest Profile. Guest Profile.
دونك سفيان بورحيلة اليوم باش نحكيو عليه برشا اي كي اي يوري 23 سنه جيمر وستريمر مغربي وتونسي الجنسيه. يوري دبلومي اون ليسانس انفورماتيك ابليكي بدات حكايته مع لي جو فيديو من الصغرى وهو عمره 8 سنين مع البي اس 1 كيفنا ظهر لي الناس الكل وكي طلعت البي اس 2 ولا يلعب لي جو دافونتور وتغرم باللعب اللي فيهم ستوري مود كيما برنس اوف بيرسيا ديفل ماي كراي جود اوف وور ومع اصحابه كان التشالنج هو انه شكون يوصل يكمل القصه ويكمل الجو قبل. وفي 2009 بديت حكي تيوري مع لي جو اف بي اس وقت اللي اكتشف لعبه كونتر سترايك ظهر لي حسب ما حكي لي في الفيرسيون 1.6 وزاد تغرم بها اكثر كي عرف اللي هو ينجم يلعب كونتر اصحابه يتشالنجيهم في الجو هذا سورتو في حومته في الكرم منين خرجوا اكبر الملاعبيه نتاع السيس في تونس وهوني ولاو تراح اللان كل يوم في حياه تيوري من الكرم الباردو لارينا غازيلا حتى الزهرة. ورغم اللي هو صغير وقتها الغرام يخليه يتحرك في كل بلاصة باش يلقى وين يوري البوتنسيال متاعو جستمان في كونتر سترايك 1.6. ومن وقتها وليو لي تورنوا سيس ياخذوا في امبلور كبيرة في تونس وين القايور يروح ويلعب مع ملاعبية في نيفو عالي برشا. وكانت اول تجربة في فيرتشوال مانيا وين يوري خرج مالغوزمان من الجروب ستيج يعني ما طولش برشا في تورنوا لكن الشيء هذا خليه يزيد يشد صحيح ويكبش في الغرام ولا يستانس بالغيتم والامبيانس نتاع لي كومبيتيسيون. وهوني كونتر سترايك تخرج الفيرسيون الجديده سي اس جو جلوبال اوفنسيف ومن اول تورنوا تعمل وشارك فيه يوري نلقاه وصل للدومي فينال وهذا زادو ثقه في روحه باش يكمل الكارير نتاعو ان طونك جيمر في السي اس جو. ومن بعد فتره قصيره يقرر يوري باش يدخل في تجربه ستريمينغ مع السي اس جو على تويتش وبدا يغرم في العبيد بالجو هذا وعدد الفيوز كان كل مره يزيد يطلع اكثر. وفي اكبر تورنوا لان كونتر سترايك صار في تونس لليوم يوري والليكيب اكا جيمينج اللي هي اسطوره ال1.6 في تونس هزوا مع بعضهم التورنوا اومن بيست اوف 3 وتوا يوري مصحح ان كونترام تاع 3 سنين مع نيمو وين راوه يلم 400 و500 فيورز يتفرجوا في نفس الوقت ونلقاوه زيد دخل العالم تاع فالورنت لان الشيد صحيح وحاطت في مخه اللي هو باش يشارك في لي تورنوا فالو وعليش لي يولي برو بلاير ويحقق الحلمة اللي ما تحققتش مع سي اس جو. اهلا بك مرة اخرى يوري. اهلا وسهلا. خذيت وقتي وحكيت دونك فرحانين بحضورك معنا تبارك الله عليك في اللي تعمل فيها وكحاولت كما قلت لك نحكي كل شيء اللي حكينا فيه في الاوف في جيس بروفايل وفما برشا نقاط ان شاء الله تنزيد ونحكي فيهم توا. انا باش نبدا بسؤالي المفضل مع الشبيبة ديجا كالعادة نيك نايم يوري منين جاي؟ حاجة ما تقالش رايوني ماش تعرف غادي يلبس قولنا يوري كلمة جابونية نجم تلوجو عليها شنية معناتها نكتفي بهذا القدر نكتفي بهذا القدر. دونك كنت تحكي لنا انت شنو احسن اكسبيريانس عشتها في الكارير متاعك ان طونك ستريم طونك ستريمر اي طونك ستريمر البريود اللي طلعنا فيها هنا وفي طحنا بدينا كل ديجا مذكوره هي نورمالمون في نعاودو نحكي ساعتين طويل في رمضان كنا نعملوا معناتها نصبحوا تصبيحه في النصر اونلي جيمر تحيه لسامي تحيه لسامي بالله يوجي حسيت كنا نصبحوا غادي ومن غادي بديت معناتها انا وداون من غادي بدينا باش نستريمي وخاطر كان عنده فيبر ما فماش معناتها بلايص فيهم فيبر وقتها فهمت والنصر فيها فيبر دونك بدينا نجربوا بدينا ب 10 20 فهمت ومن بعد كي روحنا للدار حبينا نكملوا فيه الدومين هذاك دونك الحل الوحيد هو الكاجي كاجي هو مالوريزمون ياكل برشا فلوس صحيت ما على غالب ياكل برشا فلوس اما ميسالش كملنا في غرامنا وكل شيء جمعت لول كانوا برشا وقت يجيبوا هما فيورز ديجا معروفين من قبل جمعت لول ديما اكثر من سياس كملنا فيه الدومين هذاك حابين نغرموا العباد بالاف بي اس وجا يظهر لي كي مانيش غلط اكثر بريود تلنصينا فيها كي في الكونفينمون عبيد بدي تعرفنا وقت كان مانيش غلط انت توا انت توا تبارك الله عليك يوري ناجح في قرايتك وناجح زادك ان طونكو جيمر دونك ديما السؤال هنا كيفاش نجم تتوفق بين هذو من الزوز
هي حاجة صعيبة مش حاجة سهلة. ونفيت أنا في السياس معناتها تاكل برشا وقت هي راه. معناتها السياس وقتها بالرسمي تاكل برشا وقت في براكتس. قداش ساعة كيكا في النهار؟ احنا في تونس طونكو ما كناش نخلصوا كل شيء كان نعملوا 5-6 سوايع معناتها كان جينا نخلصوا راه اوبليغاتوار علينا نعملوا 7-8 بالمرتاح وبار الحاجات الانديفيديويال معناتها وحدك دونك كانت لي صعيبه مش نقول لك راني ناجح في قرايتي ليه مانيش ناجح في قرايتي كان لي بال 11-12 السلام عليكم ما بيه تسلك 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 باستا وتسلك غادي شباب دونك كانت هذه جيست بروفايل توا بلاك شاينا باش تحكي لكم على كونتر سترايك كيفاش كانت البدايات نتاع الجو هذا ونفهموا شويه الميكانيزم نتاعو لكن قبل نعاود نذكر اللي باش نجموا تربحوا تلعبوا طرح سي اس جو 1 في 1 اون لايف في اخر ليميسيون مع الجيست نتاعنا يوري معليكم كان تتابعونا على تويتش البينك طايح وتكتبوا اون كومونتير هاشتاج البينك طايح وهكاك تدخلوا في قرعه والربح كما قلت الفا تشالنجي يوري في طرح سي اس جو دونك توت سويت نتعداو للستوري جيمنج مع بلاك تشاينا فالف الشركة المصنعة للعبة كاونتر سترايك عرفت كيف تكسب كوميونيتي كبيرة وتحافظ عليها تيلة 21 سنة 9 نوفمبر عام 2000 منا بدأت مغامرات ونجاحات الكاونتر سترايك في عالم الجيمين والفيرست بيرسون شوتر تحديدا بخيسك الجيمرز وكل في تونس كبروا معها وتربيوا على يديها كانت اللمة في لي بيبلينات ولي تغنوا من الكرام لسنتر عايدة والسوسة الباردو طلعوا أساطير في تونس كيما ريمايند وتشيفا وكوبرا وبرشا غيرهم كانوا كيتلموا في تغنوا في بيبلينات لعبيت تلقاهم واقفين بالعشرات في بلاصة صغيرة غيان كو باش يتفرجوا في الماتش ويشجعوا صحابهم الحس، العياط، الستريس، الادرينالين اللي لحمك يقشعر أيامات تقعد بالدنيا تقعد في تاريخ الكوميونيتي متاع الجيمرز في تونس من 2006 ل 2008 عاشت الكوميونيتي التونسية واحد من اقوى لي زيفينمون اي سبورتس سي تي جي في يعني كوب دو تونيزي دي جو فيديو واللي كانت انطلاقه كبيره للسين اي سبورتس في تونس وهوني نرجعوا للبدايات نتاع الكاونتر سترايك اللي خرجت من الاول بالفيرسيون سي 1.6 اللي طورت الفالف الجو هذا في الفيرسيون سي اس جو زادت مابس جدد طورت في الجيم بلاي وحسنت الجو غرافيكمون الكونسيبت نتاع السي اس ساهل برشا الجو هذا عبارة على حرب بين زوز فرق كل واحد منهم متكون من 5 ملعبية يعني 5 عناصر إجرامية و5 من الفرق الأمنية المختصة كي يبدأ الجو عنا 16 روندة يعني نلقاو زوز مواقع A و B لازم الفريق الأول يوصل يحتل واحد من المواقع هذم وهوني دور الفريق الآخر هو أنه يحمي البلاصة هذيك وكيف ما يقولوا ملعبية السي اس راش بي سوكا بلاد ختام مهمس بلاك ميرسي يعطيك صحة بلاك انا باش نسألك سؤال هوني شكون احسن جور سي اس جو عندك في العالم خلنا نبداو بالعالم صعيب تختار بين زيو سمبل صعيب جو بونس صعيب اي زوز مابل لطيف وتونس تونس ريمايند ما فيهاش شك ريمايند شيء صحيح في سي اس اي الوحيد اللي في تونس مازال يلعب سي اس تمام متصور من الفلتات ريمايند معناه نجم نقولوا حتى على في العالم معناه النيفو نتاعو قريب ياسر للسن الكبيره معناه قريب ياسر ومن الاول شكون كان لك قدوه تونس ولا العالم نبداو بتونس تونس اون فيت راهو اللي دخلني للدومين هذا نتاع سي اس جو هو ريمايند تحية تحية الليجند اذا قاعد يلعب تو في اون كاليفيكاسيون جود لك ان شاء الله هارد لك هارد لك ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا غانيان الليل ان شاء الله دونك شباب كانت هذه ستوري جيمنج قدمتها لكم بلاك شاينا نتعديو توت سويت للبارتي الاولى نتاع ديبا نتاعنا باش نكملوا نحكيوا على الكونتر سترايك ديبيت بارت 1 لحديش و 19 دقيقة أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أنتم تتابعوا في البينج طايح على EFM و MTR Sport نجموا تتفرجوا فينا زيدا على تويتش البينج طايح نعود نذكر اليوم موضوعنا كونتر سترايك وضيفنا يوري جيمر وستريمر تونسي ومغربي الجنسية اليوم دانك موضوعنا الكونتر سترايك
كونتر سترايك كون عند فراد. من قصة نجاح مع سيس 1.6 كانت هي سبب في تكوين كوميونيتي كبيرة متاع جيمز في تونس. لليوم مع سيس جو ونلقاو الكوميونيتي تخليت على كونتر سترايك ومشيت للجو الاخرين. وهوني سؤالي ليك يوري للكونتر سترايك 1.6 جو معرش وراء معنى تخلق وراها أساطير في تونس وتكتبوا وراها برشا حكايات وبرشا ركشات وبرشا أصحاب. كنت تحكي لنا على ذكرياتك مع الجو هذا، أول لان لعبته أول إكيب جوينيتها أول تورنوا لعبت فيه به. أول لان لعبته في الكرم في الحومة. يا حومة يا حومة صحيح. ولكا جيمين كانوا معروفين وقتها وانا نلعب معهم، حاسيلو ستريس مش نورمال غير وانا احكي لك. ليه احكي لنا احنا نحب كاش ستريس هذيك وحده يعني هي راي لغة هذيك غير وانا احكي لك او مش نحكي لك سيبها فهمني شباب يوري كيفاش حاسيل وقت لك جيمينج معروفين بترونوياتهم من الاخر من دومينين السين متاع لامبونسيس. وقت كي مشيت حطيت باش نلعب معاهم نحكي لك شراعشه وكالدنيا الكل حاسيل. ومن بعدها عاش حبوا يلعبوني وليت عاد نحط وليت عندي وقت سوري لوجيتيك عرفت كيف نجم نقول لوجيتيك هذه مش مشكل. وليت نعطي الماتريال نتاعي بلغه اخرى ونتفرج من الفرجه تخلقت حاجه جديده معناتها وليت نمشي نتفرج ديما نمشي نتفرج راه كنقول لك معناتها حاجه تفدد صورها روحك انت كل يوم تمشي تتفرج من 9 نتاع الصباح تكشي الماضي ساعه وتقول لهم راني لعبت تروح تكذب راني لعبت وربحت. الحاسير بعد عاد حطيت في قلبي ولينا صحيت وليت نحط نتفرج ونتعلم نروح للدار نتعلم معناتها فهمت. ما في باليش اللي كانت نجم تلعب اونلاين معناتها كنت نلعب ضد البوتيتا ما نتعلم. جيت مره عطوني فرصتي ما لقاوش واحد عطوني فرصتي اللي لقاوني تبدلت فهمت. فما موضوع قال لك السيد هذا بديت من غادي بديت نفهم بديت ندخل في الفيديوهات يوتيوب بديت نتابع في بروات البرة بديت معناتها بديت نلعب اونلاين مع عباد اخرين في تونس. عرفت برشا عباد بالرسم كي نقول لك برشا عباد راني نعرفهم من لامبوسيس ما يوفاوش العباد اللي نعرف. وشباب اكا جيمينج شكون كانوا؟ كان فوريفر جهاد مينو عادل وخوه والخمس دي ما يتبدل بين كاميليون بين الخمس دي ما يتبدل حاسيل. انت تو معناها نحكيو تو على سيس الفينومين سيس اللي تخلق حسب رايك شنو هو الحاجه اللي خليتك ابار الكوميونيتي ابار كل شيء اللي خليتك تمشي للسيس معناها شنو الحاجه اللي كوتي جيم بلاي كوتي كل شيء خاطر وقتها فما كول اوف ديوتي 2 فما كول اوف ديوتي 4 معناها الاسبي كومبيتيتيف موجود شنو اللي خليك تختار حسب رايك؟ الحاجه اللي خلتني نختار ساعه انا نكره جو اف بيس ما كنتش نتصور روحي راني مش نلعب جو اف بيس ما تصورتيش بالرسمي غادرتني انا بيدي انا بيدي ما تصورتيش. حكينا البارح قلت لي من الاول تكره جو مش حتى ما يحبش يكره نكره حاجه اسمها في بيس ما نحبش حاجه فيرست بيرسون نحب حاجه من التالي عرفت وانتوك عرفت اما بصحابي وكل شيء وكيفاش تتلعب بالجو كيفاش الفاسون تلعب معناتها خاطر كيفاش نفسر لك هارد كور هي الجو بالرسمي لازم تعطي الانرجي نتاعك الكل مش على خاطر اف بي اس حبيتها خاطر لازم تعطي الانرجي في انرجي في عياط نايس تعيط وكذا هذيك هي الحاجه اللي خلتني نحب نكمل معناها الامبيونس تاع الامبيونس نتاع الجو ديجا اصحابي معروف انا هم اللي لعبوا معايا الكل يعرفوني قداش نعيط يعرفوني قداش عندي انرجي بوزيتيف وقداش كان نايس تدا حاسيلو كل تورنوا نخرج صوتي من بحال. ديجا نجم نقولوا في البوان هذا انه سي بيتيتر سي 1.6 سورتو هي الجو اللي خلقت العقليه نتاع لي سبورتس في تونس معناها هي اللي جابت الفكره نتاع الجو اون ليني لي كومبيتيسيون. كي تحكي لنا هكا على ما نعرفش انا كان خلطت على السي تي جي في ولا لا سورتو لي تورنوا هذوكم معناها كيف تخلقت الفكره نتاع لي سبورتس في تونس تخبدت تخلق لي زيكيب وتتعاملوا لي تورنوا صغار لين كبرت الحكايه بشويه بشويه. هي تخلقت الحكايه بدينار غانيون غانيون على دينار كيف الخاسره تراو لي عمره ما لعب ولا يعرف يلعب ديجا بالله فما بوان البلور تاع مصر باش يقولها دار الاستفتاء قال لكم تاع مصر قالوا انه الغانيا حرام فيقوا فيها تاع مخر ما فهمتوش ياسر اللي احنا صغار نحكي عليه الموضوع هو اي من احنا صغار معناتها حرام اما هذاك هو الجو هذاك هو اللي يعطي الجو يولي فما انجو دونك يحلى الطرح ولي هذاك قلت لك شنو حبيت فيها انا معناتها خاطر كي باش نلعب على
خلص هنا وخلص هو ما عنده شنية رابع هنا بالحقيقة صحيح أكثر أدرينالين أكثر صحيح هكيك يدي نحكي لك راه في الكرم راه على دينار ولا يعرف يلعب راه عمره ما لعب عمره ما سجل بلا بعد كيفاش الكرم جماعة الكرم عندهم سيستيم هما في سي تي جي في جست احضرت انا ما لعبتش وقتها ما عندهم سيستيم اللي تعلمت منه انا العياط الحكايه اللي حكيتها لك السيستم ارباك المنافس هذا هو التكتيك بتاع جماعة الكرم يبدا يهد ضعيف ضعيف يعيط ويقلبها الدنيا بالعياط ما يعرفش الشغل صحيح فهمت ارباك المنافس هذاك هو التكتيك اللي انا خلاني عجبتني ما فهمتش علاش ممكن حاجه مخبيه فيه اللي انا نحب نعاي وي وهذا يورينا اللي معناه راهو سورتو في لي جو هذوما لي جو ديكيب جو دو استراتيجي ما يكفيش انك عندك قول واحنا فيزور صحيح ما يكفيش انه انت معناها قوي في لعبك كهو فما لاسبي بسيشيك ديجا فما برشا حاجات اخرين اللي تتلم في جوستمون احنا باش نبني على كلامك كراتوس نعرفوا انه الجو هذا يتلعب برشا حاجات بخلاف السكيلز والاستراتيجي والكوميونيكاسيون والبارتاج نتاع المعلومات وسط الجو كيفاه تتبني ريالمون ليكيب نتاع السيس وشنو ما لي بروفيل اللي لازمين في كل جماعة في سياس كيف الكرة بريسك معناتها أنت تستحق في الكرة تستحق تكون ديفونسور غارديان هكاك في سياس ما ينجموش يجيو خمسة انتري فراجر معناتها مع بعضها نفس البروفيل معناتها نفس البروفيل خمسة يروشيو فهمت الرول نتاعهم انه قدم الاول يعطي له ماكسيموم من فوق كذا كذا جوستمون كنت تفسر لنا بالحق حتى الكلام تكنيك باش العبيد نفسرهم باش العبيد اللي تسمع فينا تفهم الانتري فراجر هو العبد اللي يدخل الاول لازم هو الاوبجيكتيف نتاعو انه يحل اللعب لاصحابه ماهوش الاوبجيكتيف نتاعو انه يقتل معناتها الاولاني اما هذاك بلوس فهمت يعطي ماكسيموم دانفو يكون عينين صحابه فهمت اللوركر هو اللي فهمت يبدا يلعب صحيح يلعب في الماب يظهر وكذا ويقص روتاسيون هي معناتها تروتيتي من بلاصه لبلاصه تمشي من بلاصه تمشي من بلاصه لبلاصه هذا ثاني فيل فما لاوبير هو سنايبر معناتها هذاك خاطر مش اي جوير يلعب معناتها سيس ولا فالو ولا اللي هو انا ترى يعرف يوابي فما بروفيل لازم تاع اوبير يعرف يشد زونجل عنده الصبر فهمت مش الناس الكل تاع توفي فما معناتها كل واحد وستيل جو نتاعو وش فما اخر فما سيبور هو اللي يفلاشي سموكي معناتها اللي اكثر واحد يعرف ستوف خاطر كان كل واحنا يوتيليتي معناتها فوالا خاطر كان تعرف الجو هذايا فيها معناتها لازمك فما لايناب معناتها كيف نفسر لك لازمك تحفظ فما بلايص لازمك تحفظهم تدخل وحدك تتعلمهم معناتها ولا تفرج فيديو ولا كذا فهمت باش تتعلمهم من البرويت خاطر فور اكزامبل سموك ما تقعدش تعيشها معناتها راندوم هكاك تعيشها في بلاصه معينه باش تجي صحيحه وكل للعبيد اللي تسمع فينا سموك هي جوست حاجه ديفونسيف تعيشها كي الدخان باش يكونترك ما ينجمش يشوفك كريموجيل كريموجيل هكاك حاجه هكاك انا باش نرجع بيك شويه لتيلي على فاست سي تي جي في انت حضرت على الجو تاع سي تي جي في ولا حضرت على جو سي تي جي في احكينا بلي احكينا شويه خاطر راهو معناها نحكيو على مومون هيستوريك في تونس راهو سي تي جي في سي تي جي في راهو من اكبر التورنويات وكان يهز لويس دبليو سي نعرف نفكر اني وقتها مشي لويس دبليو سي اللي هي لويس دبليو سي الكترونيك سبورت بورد كاب يظن حاجه هكا مشي وقتها لباري نيم نفكر رامي صديم وماتريكس وحاسيلو لسامي ما نحبش نضيع فهمت باش مشي ولعب ضد الفناتيك اللي هي فوريست وقتها وقيت رايت صح عليها اخوي فهمت كلمة راحة مش مشكل كان الجو حاسيلو سي تي جي في بالرسمي معناتها حاجة ليجوندير غني وعياط وبرشا جو معناتها عملوا برشا جو وتقابلوا عباد معناتها يعرفوا رواحهم كانوا اون لين تصورها معناتها تقابل عبد من صفاقس ما عمرك ما قابلته في حياتك لمت العباد الكل لمت العباد الكل قاعد تلعب معاه كل ليلة ديجا برجع انا نحلموا اللي باش يكون يرجع لنا الموندو هذايا لتونس نحلموا اللي بالرسمي نخدموا سي تي جي في ونخدموا افيك دي بارتنير انترناسيونو ورايت وجميع الكل نخدموا حاجه على قاعده ونتصور كراتوس هو اللي باش يعملها الحكايه ان شاء الله كراتوس ان شاء الله عمرنا ما باش نقفوا عليها الحلمه انا هنا اما سورتو على البوان اللي حكينا فيه توا انا الميكرو يا كراتوس توا انا سي دي سي بيزود يا خو هكا با انا هنا فما بوان يوري نحب نحكي فيه دونك ملي كانت 1.6 وجاو سي تي جي في كانت هي جو اللي دوميني في الكوميونيتي الناس الكل تلعب 1.6 الناس الكل هذيك هي جو بعد كي جيت سي اس جو تحسها ما لقاتش نفس النجاح بيدو وسورتو معناها كانت فما كومبيتيسيون اكثر بتيتر جاو دي جو اخرين كيما لول قبيل انت قلت تخلقوا راها دي كوميونيتي كبار
كنت تفسر لنا هكا حسب رايك انت منين جات المشكله هذيك؟ معناها الفرق بين 1.6 كيف CS:GO خسرت الكوميونيتي هذيك؟ لا اون فيت ما خسرتش الكوميونيتي هذيك، اللي تبدل هو ليكيبمون. 1.6 تلعب على بي سي معناتها هكا انت تعرف معناتها CS:GO لا انت العباد ما عنديش باش تشري معناتها تحب ولا تكره معناتها. والحاجه اللي تبدلت ولاو لي كومبيتيسيون اون ليني اكثر، معناتها خاطر عندك شانس تمشي لبرلين، مش تمشي البلايس الكل، معناتها عندك كاليف تدخل تلعب تربح تترشح تلعب ترشح دنيتك خالصة كل شيء خالص، حتى الفيزا يسهلوا لك فيها هما، تخرج تلعب لان غادي مع البرويت. هذاك علاش تبدلت العقلية نجم نقوله. حسب لك نجم نراو تورنوا CS:GO تونسي؟ CS:GO صعب شوي، صعب شوي خاطر هاني قلت لك الوحيد اللي قاعد يلعب هذا اللي ريمايت الوحيد التونسي. انت ما تقولش اللي حكيت اللي هي كانت CS:GO بالفلوس، لا ما نصورش خاطر ديجا 2017 و2018 معبية بالرسمي موجودين العباد الكل، معناتها فما العباد الكل يلعبوا سي. معناها ما كانتش المشكله من البي تو وين، من انها خرجت بالفلوس من البيتو ليكيبمون هو اللي اثر معنا ليكيبمون. واضح. دونك لنا كل مره نعاودوا نرجعوا للاكسي نتاع الهاردوير. هكا نكونوا كملنا البارتي الاولى من الديبا نتاعنا للعباد اللي تحب تربح وتلعب طرح CS:GO مع الجيست نتاعنا هوني يوري في اخر الميسيون. ما عليكم كان تتابعونا على تويتش البينغ طايح وتحطوا اون كومونتير هاشتاج البينغ طايح. توت سويت ترتيحه صغيره ونرجعوا من بعد في جي تو بي gaming to business باش نحكيو على CS:GO والارقام اللي تخص الجو هذا والشركه المصنعه فالف. دونك ال 31 دقيقه تتفرجوا في البينك تايح على اي فيم ممتاز سبور. بوز صغيره وهنا راجعين. تبدا تدندن مع مالوفنا البنين وتتخمر وتغني مع الصوفي اللي خمر لي، وكان المزود خدام تقول معاه ألحان وكلام، والمغروم بنات تونسي الكل من الموال للتعليلة. طريقك للشهرة مع إيفان يبدأ الليلة. كلمنا على 70-16-020 وفك بلاستيك في أكبر برنامج يجمع أحسن المواهب في الأغنية التونسية. إيفان المساند الرسمي للأغنية التونسية. تونس تغني تونسي. طاح 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 يا البينك تايح يا برو. انتم تسمعوا في البينك تايح مع فرقة حميدة على EFM و MTH Sports. انتم تسمعوا تتفرجوا زيدا في البينك تايح على EFM و MTH Sports. توت سويت gaming to business. خمسمية وتسعة آلاف هذا هو الموين متاع البلايرز متاع CS:GO في 30 يوم الاخرينين حسب السيت اوفيسيال ستريم تشارتس. ان بيك وصل حتى 800,000 بلاير. جو هذا يسجل كورب كواسانت من جويلية 2012 لليوم، وهذا اللي خلى CS:GO تلم من اكبر الفان بيزز في الفيديو جيمز في العالم وفي التاريخ. زيدا ميجرز CS:GO هو من اكبر ليزيفينمون دو سبور الكترونيك واكثرهم متابعة من الكوميونيتي نتاع الجيمرز. نحكيو على 1,400,000 متفرج في 28 جان في 2018، والشيء هذا خلى CS:GO تسجل مرابيح ضخمه في العام هذاك، وين نلاحظوا المدخول السنوي في 2015 وصل ل 221 مليون دولار، وفي 2018 الرقم هذا تقريبا تضرب في 2 وين وصلوا لغفنيو نتاع CS:GO حتى ل 414 مليون دولار. وفي لي كومبيتيسيون نلقاو CS:GO تتلعب على كاش برايسز كبار برشا. سولون اون استيماسيون عامناه في 2020 CS:GO تورنمنتس وفرت قريب 15.85 مليون دولار، وهذا يخلي CS:GO لو جو اون ليني اللي عنده اكبر برايز بول كوميولي في العام هذاك. ونلقاو ملاعبيه من الدنمارك حاضرين في CS:GO بقوه كبيره، ولي جيمر دانوا هذم يحتلوا المرتبه الاولى في التوب كانتريز اللي دخلوا فلوس من CS:GO بشيفر كبير ياسر اللي توصل قيمته ل 16 مليون دولار. والدنماركي بيتر اي كي اي دابريتش هو في التوب 1 اكثر بلاير ربح من CS:GO، مرابيح وصلت لمليون و900 دولار.
ايش نعملوا نروحوا اكاف سكر البرنامج برشا برشا فلوس تحطت في سايز بوم واحده من اكثر لي جو على مر التاريخ وين لي برايز بول كانوا انورم اي سورتو لي فريكونس نتاع لي تورنوا اللي كان فما خاطر معناها في البيك نتاع سايز جو كانت لي تورنوا مع كيما كان يحكي يوري قبل تلقاهم في البلايص الكل في المانيا في امريكا في البلايص الكل فما دي تورنوا دي كاليف موجودين كل شهر كل جمعه دونك لي برايز بول يكبروا ياسر والعباد دخلت بارشا فلوس من سايز جو حاجه وليت سنتراليزي عند فالف هذيك الحاجه اللي وليت مانفيستي فيها على قاعده وعامله فيها ان انفستيسمون انورم وذاك هو لو بوت نتاع سايز جو ردتها فري تو بلاي ريمون تصور اكزاكتلي اللي خليتها العباد الكل هاي نوليو اي سبورتس اللي باش كونكورونس بيان سور شكون رايت اللي بون انا نتصور زاد انه جات مؤخر شويه الحكايه نتاع انها ردتها فري تو بلاي معناها فاقت بالمشكله مؤخر شويه معناها كان عملتها قبل سور سور كان خرجت سايز جو من الاول فري راي كانت الامباكت تاعها اقوى برشا نتصور هوني يوري في الريجيون تاع المينا ديزان قديش اكبر كاش برايز تعطاها في السيس جو منا يظلي اكبر كاش برايز يظلي يوسيل افريكا يوسيل افريكا ما مش منا جوست افريكا على قديش نحكي وابري 150 الف دولار 450 مليون تونسي ومتعرفش قديش هكا اللي كاش برايز اللي هزوها متوينسة شوية اللي هزوها متوينسة اكثر واحد ريمايند هذولي وصل في عام في عام بون شيفر ما نعرفش شو اقول ولا اما يظل يوصل عمل 22 24 مليون في عام مزيان اما راهو فما معناتها نقص راهو في السين الافريك والميناء كان جاي معناتها فما برشا راهو نصور يعمل حتى اكثر كان جاب وصلوا راهو انا كي كنت نتابع معناتها في البروسين وصلوا راهو من برلين برلين يتعادى ديريكت لامريكا معناتها الطياره ما تقفش اي علاش الانترناسيونال مهز حاجات ريمايند لا مشى في بالي لسربيا اما مهزوا حد شيء ثولي كان هزوا عمل سكند بليس في 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 بوكو تورنوا فما في بالي ساوث افريكا ثروزيام عندك عندك في التليفون بعد او في الديبات نشوفوهم في ساوث افريكا ثروزيام فما زوي اكستريم لاند زاد نتاع دبي نتاع لبنان تبارك الله عليه المعد دونك شباب كانت هذه جيمنج تو بزنس تو سويت نتعديو مع البوف في جيمنج نيوز دونك عسلامة الناس الكل يوم باش نبداو بخبير ماهوش باهي برشا للكوميونيتي اليوم باش نحكيو على الصين اللي تمنع الصغار باش يلعبوا في وسط الجمعة نهار السنين هذا يخرج قرار من عند الحكومة الصينية باش تمنع لي جو فيديو على الصغار اللي عمرهم اقل من 18 سنة وتعطيهم الحق كان في 3 سوايع في الويكاند باش يلعبوا القرار هذا كلت بعض عليه وكالعادة الصين تبهرنا وتخلي العالم الكل يحكي عليها القرار هذا تسبب في برشا خسائر في الموندو متاع جو فيديو اي سورتو تينسانت لو جيانت شينوا متاع جو فيديو اللي يملك رايت اسكو الطريقة هذية فعالة باش نقص الجيمينج ادكشن عند الصغار العكس اعطينا رايكم اون كومنتير الجيم بوي جيمز باش يرجعوا الكل للنيتاندو سويتش خبر مزيان للي يعشقوا الريترو جيمز دو نيتاندو لي جو جيم بوي الكل باش يرجعوا اون فيرسيون ريماسترد للعباد اللي عندها دي كونت في نيتاندو سويتش اونلاين الحكايه هذه باش تخلينا نرجعوا للالعاب الكل من بوكيمون لزلدا القدم في الفورمه نتاعهم الاوريجينال بالكاليتي نتاع نيتاندو سويتش الجديده وهذه ما تنجم كانت فرح الكوميونيتي ويندوز 11 يخرج لو 5 اكتوبر هذا مايكروسوفت عظيم التكنولوجيا والانوفاسيون يعلن انه الفيرسيون ويندوز الجديده نتاعو تخرج الشهر الجاي بالضبط لو 5 اكتوبر الجاي ويقول القايل عليه شو يعمل المعلومه هذه في الجيمينج نيوز ايبا مايكروسوفت تقول الي الفيرسيون هذه باش تتلهي اكثر بالجيمينج وباش تعمل ديزابليكاسيون سبيسيفيك للي جوور الي باش تخليهم يتمتعوا باللي في لي فونكسيوناليتي اللي كانوا موجودين للكل نتاع اكس بوكس سيريز اكس اس باش يوليو ديسپونيبل للكل في فيرسيون جديده نتاع ويندوز وهنا تعطي اكثر قابليه للي بي سي جيمرز باش يكونوا افيكاس اكثر الريندرينغ نتاعهم ويندوز تزيد تواري نيتها زادة باش تقرب الكوميونيتي متاع الجيمينج وتنانسي اللي عطات 100 مليون دو دولار باش تخلي الاكسكلوزيفيتي دو تومب رايدر جديد رايز اوف تومب رايدر
الله الله على رايز اوف توم برايدر. شكرا ليك البوف على الاخبار هذه. 11:39 دقيقه ثم تتفرجوا في البينك تايح على اي اف ام وام تي اي سبورت. وتسويت نتعديو البارتي الثانيه نتاع ديبا. ونذكر مره اخرى العبيد اللي تحب تتعدى معنا اون لايف وتلعب تروح سي اس جو 1v1 كونتر لانفيتي نتاعنا يوري. ما عليكم كان تابعونا على تويتش وتكتبوا ان كومونتير في هاشتاغ البينك تايح. توت سويت ديبيت بارتو. رجعنا لكم في البارتي الثانية من الديبا وهوني باش نواصلوا حديثنا على كونتر سترايك باش نحاولوا نفهموا عليه الكوميونيتي هذه في تونس وفي العالم نقصد وشنو هو السر ورا الشوت هذه. دونك هوني يوري كيفاش كانت التجربة متاعك ان طانك جوار سمي برو في ايكيب تونسية متاع كونتر سترايك؟ وحنا نعرفوا اللي في تونس كان عنا جنون كيما كنا نحكي بكري في السياس نلقاهم وقتها من احسن ما فما في العالم. دونك التجربة هذه كيفاش كانت لك؟ نجم اقول لك ما فهمش زهر. كنت نخدم كنا معناتها كي نعملوا ايكيب نخدموا من بعد ما فهمش ترنويات معناتها فهمت عاد القصه هذا وقتها عطينا هذا 2017 نخدموا بعد ما فهمش ترنويات كي احنا نقصوا هو يجي ترنويات وجيعة كيفيه جوستما لنا مش العبيد تفهم انت قلت عبارة تاو كوار جاية معناها يتريني ويتريني 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 ما مانيش معناتها جوست مي كيف نقولوا احنا التيم عاملينها تيم كان عملها وقت علي هو مسميها جينيراسيون ديجيتال كانت من لامبونسيس عملها جوست حياها وعمل باج جوستما جدي فوالا عملها وحده معناتها فهمت مش ماهيش بروفيسيونيل معناتها ماهيش تخلص فينا ما عندي سبونسور اما احنا جوستما باش خاطر نحكيو لنا على اي سبورت باش تعرف العبيد اللي هو هذا زي سبورت كان ما فماش براكتس راك ما تتطورش راك ما تربحش راك ما تنجمش تلعب في لي تورنوا فرات زاد وكان ما فماش زاد عبيد كي تون كادري من الجهه الاخرى وكيفاش العبيد باش تلهي لك بلي تورنوا لي زورغانيزاسيون راه العبيد كيما قال وحدهم قاعدين يعملوا في ايكيب ويعملوا في اورغانيزاسيون ويعملوا فيها مزرق بعد في الاخر فهم شيء ما فهمش كراتوس خويا يضرب في النور ما ننساش بارامو 2017 عاد فما وينتر كاب في عمل صرنا فينال وقتها في بلاكا اي ما انا خايز باش تخايبني كان عندي مليارات في الايفنما ما هو احنا بدنا نخدموا عام كيف نعملوا ايفنما المشاكل كانت بارتو راه معنا الانفستيسمون معنا كي نحكيو 2017 والعوام هذوكم راه معنا صارنا ريانا فوار باليوم اليوم نجم نقولوا لي احنا وصلنا للايتاب مخير برشا والعباد بدات تفهم في الجيمينج اكثر بدات تنفستي اكثر اما على ليبوك معنا كيما كان يحكي يوري راهي المشكله كانت عند الناس الكل كيما لي جوور كيما لي زورغانيزاتور اللي نورمالمون بدات من 2008 و2007 مع سي تي جي في يكمل الكونتينيتي وي مالوريزمون بعد صارت البريمير الكبيره وي على غالب احنا كنا سباقين ان سيغتان مومون كانت فما دي زورغانيزم اللي تلهيو من بعد تقصت الحكايه دونك ماتت وكيف تعرف حاجه كي تطيح من بعد ديما اصعب برشا انك تعاود تطلعها خاطر كانت العباد باغ اكزومبل كي كنا نمشيو لوزاره الشباب والرياضه وكل ديما كانت عندهم راوك التصويره نتاع خاطر مالوريزمون احنا الكل نعرفوا اللي معناها سي تي جي في قد ما كان ليفينمون به اما مالوريزمون في بالخايب دونك راهو خلى تصويره خايبه على الجيمينغ ان سيغتان مومون وكان صعيب ياسر ان نبدلوا وكال ريبوتاسيون هذيك نتاع صغار ويلعبوا اكسيتيرا دونك من بعد الطلعه كانت صعيبه مي الحمد لله اليوم نجم نقولوا لي قاعده الوضعيه تتحسن معناها ولي فما دي كونترا هذاك علاش لي جوغ ولاو كوميتد اكثر دونك هذاك يخلق دي تورنوا اكثر اكسيتيرا وهوني يوري حكينا جوستمون على ليكيبيت في تونس كيفاه قلت لي ما فهمش نظام ما فهمش كوتشينغ ما فهمش لهوه جوستمون وقتها في الفتره هذيك 2017 فيش كانوا خير منا لي زيكيب اللي في الخارج اون فيت حوم حكي لا ديفيرونس معناها بين اللي صاير في تونس معناها انت قلت نعاود مره اخرى اللي معناها اللي مين بعضكم حاجه مش بروفيسيونيل فماش ان فري كوتشينغ فماش ان فري سويفي دونك فيش نعاودها فيش خير منا خاطر بالحق اساطير اللي عندنا هو اون فيت احنا التوانسه دمنا سخون اول حاجه ساعه في ليكيب راك باش تلقى برشا مشاكل وبرشا مشاكل هذا لازم اورك كامله ولازم كونترا بالسيف عليك راك باش تلعب واصلا يعملوا لك معناتها ديزاكتيفيتي معناتها باش تقوي تيم بلاي باش تقوي تولي معناتها هذاك صاحبك تيم بيلدينغ صحيت ولا مش هذا راه دمك سخون تخرج وقت اللي تحب ما عادش يعني باش نلعب باي باي وهذيك تهلك نصور زاده تهلك معناتها حاجه واضحه هذه ميم سي توصلوا لنيفو معين بعد طايح كل شيء في الميره وتبدل واحد
سي بون معناتها بدلت تقول عليك بدلت ليكيبا كامل لازم تعاود من الاول تعاود تراك جديد استراتيجي وشنو هي الحاجه العباد اللي تحكي عليهم قلت من الدنمارك اللي هما الاستراليز توا هذوكم حلم كل واحد تونسي نصور توا حلم ريماند اللي هو يخدم عليها وربي يوفقه يربحوا كاليف إذا في تربح كاليف راك باش تسكاوتيك اورغ تبارك الله معناتها وتاخذ برشا فلوس معناتها سالير اما انت كي باش الكاليف المشكله ماهيش في الريجيون تاعنا كاليف مع الاوروب مع الاوروب راك معناتها عادي تروح الاول تحضر الاستراليز كي ماهيش انفيتي تلعب في الكاليف حتى تحب تترشح تحضر الاستراليز تعرف شو معناتها تبارك الله هم الخمسه الاولين في العالم في المربيح نتاع كاش برايز السيدي دانوا السؤال هذا اكثر معناه شنو ما يخليناش نخرجوا من تونس ايكيبا كيما استراليز هذا هو السؤال له الامكانيات الامكانيات الحق معناه انا نصور انه الطالع موجود معناه كي نحكيو على عبيد اللي كانت مع خارجين كيما نقولوا احنا من لا شيء بالبيزك سكاهو ووصلت عبيد ربحت ووراد طالون كبيرة متاحة وذي نجمو حتى نشوفوه معناه كي تتفرج تعقل تشوف العبد اللي هو اللي تري طالون كيما هويش معناه عنده نيفو عادي كهو دونك بعد تولي الامكانيات كيما كان يحكي لك معناه فما فرق بين وين اكيب اللي سو كونترا بتخلص تخدم على رواحة مع انكادرما مع امبسي اكسترا دونك بش يخرج النيفو لو نيفو متاعو بش يقعد بيان انجاج وفرق بين نوتر ايكيب في تونس ما عندنا حتى جمعيه كي انفستي في الكوتشينغ بور لو ماما او فما تاو موجودين في جديد انا كي تشوفوا تيم ماجستي اليوم اي 9 سبورتس هذوما بريسك لي دوز ايكيب اللي عاطين دي كونترا وكل وان شاء الله نزيدو نشوفوا دي ايكيب اخرين به انا تاو يوري عطينا ندخلوا في ساندي وتاو يزيدها من الذكريات دونك انت واحد من البلايرز ومستريمرز اللي دخلوا قاعدين يعيشوا تاو في التحول المبارك مس ايه التحول المبارك انا يا زلوم انا اول حاجه نحب نقول لك بعد ما لعبت لي دو جو انهي جو اللي انت تحبذها سورتو كوتي جيم بلاي وكان تحكي لنا على الفرق بين لي دو جو ساعه باش لعبت تفهمنا هو قلبي يقول سيسر هو مخي يقول ايه شكون باللي تبيع لم سيس اللي يتعلم فيها وكل شيء هي ذيك اللي نحبها فهمتها وكوتي جيم بلاي ما بين وبين انا نقول لك سكيلز سيس تسحق اكثر سكيل نصور هك ما ذي رأي الخاسر وكوتي استراتيجي ممكن الفالو اكثر استراتيجي خاطر كوفرات وكذا هو كراتوس طيح صف الياجور تو بينات ناس مهم حد ما يسمع فينا اسكو حسيت روحك ريالمون ملزوز تعمل الشانجمون هذا ولا كان عن اقتناع ملزوز دايما هدوبوا حط الاساس والله نحب الاساس شنو قلنا نلعب واحد اي ملزز شنو الزز اني شفت صحابي معناتها انا ما زلت نلعب في سي اس صحابي قلبوا معناتها وكي قلبوا نشوفهم يلعبوا كومبيتي وانا نتفرج معناتها نلعب وحدي معناتها ناسي وحدي فهمت دونك حسيت روحي مانيش نقدم فهمت تو كنت تصور يوري مع قبل 2020 كنت تصور نهار انه باش يجي نهار والكوميونيتي نتاع سي اس جو تموت لا عمري ما كنتش نتصور كنت نتصور بشي ديفلوبي وسي اس قلت بالك شي بتتبدل حاجة فهمت اما عمري ما كنتش نتصور انا باش تطلع جو اخرى معناتها اف بي اس طايح على سي اس جو عمري ما كنت نتصور انا لهنا هو عتاب ما انا نتفاهم ما يسالش زاد فرد وقت المشكلة ذي عندي تو ما تتصورش انه كان الدور نتاعكم انتوما معناها سورتو الاولد بلايرز وقولوا احنا العرس نتاع الكوميونيتي نتاع سي اس انكم تحافظوا عليها الكوميونيتي وانكم تحافظوا على الجو نتاعكم معناها في عوض انك تسيب نتفهم راهو ومثلا نقول قايل باش تمشي معناها ذيك هي الجو غادي المستقبل وكل اما زاد تحس تغيظ معناها انه الكوميونيتي سي اس جو اللي هي عندها اكثر من 20 سنه ما موجوده معناها تموت اليوم سورتو كيما قلت انت بكري سيس معايا بونسيس من غادي بدات تخلق اكزاكتومون كوميونيتي تاع جيمينغ بريسك توا معناتها فرد كوميونيتي نفسهم جماعه سيس نفسهم جماعه فالو ولاو هما جماعه فالو نفسهم هي ما حاس برايك كيف شنو الحاجه اللي لازمها تعملها فالف باش ترجع الكوميونيتي نتاعها اللي تحبها ديجا خاطر احنا ديجا لهني الكل نتصور ويشير ذيس معناها سيس بونسيس راهي امنا الناس حاجه واضحه اما شنو هي فالف اللي لازمها تعمله ولا اللي ما عملتوش برابور رايت اللي تخليها ترجع الكوميونيتي نتاعها اللي ما عملتوش هو انا مربع ايدها لتوا معناتها ما نصور كان تعمل ريورك كامل ممكن تبدل حاجه ريورك بارابور اكوا بارابور لو جو بارابور للاستراتيجي كيف من لامبونسيس للجو والجو حاجه اخرى بار اكزومبل معناها جو فري تو بلاي معناتها يعمل استراتيجي اخرى كامله معناتها مابس جدد ممكن هكاك نصور هكاك معناتها تقول عليها من الاخر عاودنا الجو من الاول
اما المشكله لهنا انا نصور سامحني معني نصور انه حاجه كيما هكاي بون صحيح باش تخلق هايب من الاول وراء الحكايه والعبيد بتتر باش يمشي تجرب الفيرسيون الجديده. اما المشكله ما هيش خاطر تو كيما كنت تقول قبيل انه الجيم بلاي نتاع سيس جو ديجا ماهوش معناه ماهوش اخيب من فالورنت. فالورنت اليوم ما جاتش ربحت الكوميونيتي جديده الكل على خاطرها جات عملت جو مخير مي بلوتو رايوت جيمز اللي خلقت الايكو سيستيم ورا الجو نتاعها لي تورنوا لي كوتش لي زيكيب معناه تحس العبيد اللي تي موتيفي انها تقلب خاطر فما بوتنسييل كبير. انا من هنا في البوان هذا نتصور انه فالف بخلاف انها لازمها تخدم بتيتر على جو جديد باش تعمل انكود ماركتينج لازمها اليوم تحيي الكوميونيتي بالحاجات هذوما بالسين كومبيتيتيف باللي تورنوا انها تعمل حاجات بتيتر في وسط الجو تولي العباد تحل ما نعرفش انا كل حد فما دي تورنوا سي اس منظمتهم فالف في وسط الجو مش لازم حتى العباد تربح فلوس نش تربح سكينات في وسط الجو تربح حاجات في وسط الكونت نتاعك. اما الخدمه الكل اليوم نتصورها قاعده تصير على البارتي اي سبورتس مش على البارتي نتاع الجو خاطر كي تشوف فالورنت اليوم ما هيش احسن جو اف بي اس ما فيش احسن جمله انت حكيت على انها خلقت كوميونيتي وراها خلقت ايكو سيستيم كامل فلوس معناها الدور دي تورنوا دون كاسترز موجودين قلبوا الكل اللي كانوا يكاستيو سيس اليوم يكاستيو فالورنت اللي كانت تلعب سيس اليوم تلعب في فالورنت. خليل كيما حكينا اخر مره في الابيزود اللي فات حكينا على كيفاش بس انا ميم شوز اللي صار لدوتا لول مع لول وي وسيس مع فالورنت حاجه انور معناها. اما اسكو فالف خاطر برجو ليك تشوفها التعاود مارتين اسكو غلطت نفس الغلطه ولا سي سا استراتيجي؟ والله مالوريزمون انا نجم ما نجم نقول كانها غلطت نفس الغلطه مارتين غلطت معناها تعمل في 2 مليون حق معناها من ان جيان كيما فالف خاطر نحكيو على فالف با يمكن وي بتيتر نقولوا فالف ذكرها الفلايف راهو من الاول تمام معناها نحكيو على جنون نتاع خدمه. انا سامحني راني من ايدش كلامك هوني انا نشوف لي سي اس سياس تو معناتها سياس مازال فيها برشا تورنويات لتو كان تحكي كوتي سبورت سياس اكثر هايب اكثر جمهور اكثر تورنويات اما ديما بعيده على العرب. اجا خليني نقولك في البوان هذا راهي فالورنت مازالت ما خذتش حظها امور هايب وتورنويات وجمهور انا اني نقول لحظه بركه راي معناها هي فالورنت ولدت الكورونا. في الكورونا معناها انت لحظه بركه استنى رايت جيمز خلي تحل الدنيا وانا نقول لك انك باش تشوف العجب واش كان خاطر كان اخبار الطقس غدوه ليج اوف ليجندز نشوفوا ليج اوف ليجندز الشيء الكبير اللي عاملته في لي تورنوا نتاعها انا نصور فالورنت باش تكون الدوبل والتريبل اي واضح واضح شباب ال11 و52 دقيقه هوني نكونوا كملنا ديبا نتاعنا توت سويت نرجعوا لكم مع كراتوس في اي سبورتس نيوز باش يحكي لنا على النيوز في تونس وفي العالم خليكم معنا. نبداو بالفيفا برو كلوب كالعاده ونهار الثلاث تيم ماجستي يتمكن من الفوز بالسوبر كوب التونسي بعد ما ربح سي اس اس المتوج بكيس تونس. الماتش الاول يوفى بنتيجه 1-0 التيم ماجستي وكانوا في الماتش الريتور بالتعادل 1-1 ويكون هذا التيتر الثاني لباركر وصحابه في السيزون هذه. ألف ألف مبروك. البارح كنا باش نكونوا على موعد مع أول تورنوا فالورنت تونسي من تنظيم الجامعة التونسية واللي هو السامر كاب ونظرا لشوية مشاكل صاروا في الانترنت قرر الجامعة تأجيل الماتشوات لليوم الجمعة وتوا قاعدين يتلعبوا أول مباريات بين تيم ماجستي وإنفيدرز. نجموا تلقاو اللايف ستريم على شين تاع الفيدراسيون على تويتش. نمشيو الأخبار الإي 9 في تشامبيونز ليج متاع لول متاع الريجون متاع المينا وين ربح الإي 9 الماتش الأول متاعو البارح كونتر الفريق اللبناني لوست إي سبورتس لكن للأسف الولاد خسروا ماتش اليوم كونتر أنوبس جيمينج الفريق المصري اللي قاعد يتعدى بتريود باهية برشا. هكا لوكميز وزملائه لازم يربحوا الماتشوات الجايين ان شاء الله زينا وان شاء الله نقعد ونشوفوا ايكيبتنا التونسية في دوري الابطال. يعطيك الصحة كراتوس على المعلومات هذه. تو شباب باش نتعداو للباتل اللي باش يدور بين البوف وكراتوس دو بروفيل ديفيران كراتوس جيمر باسيوني والبوف جيمر بزنس مان. اليوم باش نخلي بطل الباتل ثلاثة مرات على التوالي يعلن السوجي نتاع اليوم السوبر هاتريك. تفضل شوكا اللغة عادي تخلي بها شوكا اللغة شوكا اللغة بطل هذا ثلاثة مرات عجبتنا والله قاعد يبلبس فيها راه كفورات راه يلا خويا
يا بطل ابدينا اخويا ابدينا ليه انا نسيتيم يا برو انا نسيتيم اي انا راني نسخن فيه صراحه التيم تاعنا اليوم باش يكون لي جو اف بي اس كونتر لي جو باتل رويال وانا عطينا الخونا البوف 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 اف بي اس والكراتوس باتل رويال دونك ما تفلتوش الباتل وانتم قولوا لنا شكون تسيندو هاشتاغ تيم بوف ولا هاشتاغ تيم كراتوس ل 11:54 دقيقه فاصل صغير ونرجعوا دونك خليكم معنا يفهم مغرومة بيك والكيت ما يتنحاش من وذيك اتبع الأخبار والسبور والفن والبوليتيك وما تحب تفلت شيء في الإذاعة الأقرب ليك اشترك من توا في الصفحة الرسمية لإيفام على الفيسبوك المقالات الصور الفيديوهات واللايف من الصباح لليل من تليفونك ولا على البيسي باش تلقى الرسمي في الصفحة الرسمية على الفيسبوك لإيفام أحلى راديو طاح 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 يا البينك طاح يا برو انتم تسمعوا في البينك طايح مع فرة حميدة على EFM و MTH Sports انتم تسمعوا تتفرجوا في البينك طايح على EFM و MTH Sports توت سويت الباتل بالسيرفيس ابوني في كليك توب نت سهل عليك وتمكنك باش تعمل لابونمون تاعك اونليني وتوصل لك المودم غراتويتمون حتى للدار لأكثر معلومات ادخل على www.topnet.tn نعاود دونك الوليد تسمعوا في الباتل كراتوس فيرسز البوف كراتوس باش يدافع على الباتل رويال والبوف على الاف بي اس وانتم قولوا لنا شكون تسندوا هاشتاغ تيم بوف ولا هاشتاغ تيم كراتوس يلا ساعه احنا باش نبداو نحكيوا على الباتل رويال ديجا الباتل رويال هي ايفولوشن تاع الاف بي اس حاجه شدت الاف بي اس وحسنتها اليوم ولينا نحكيو في لي جو في لي جو باتل رويال على دي ميكانيزم جدد خرجنا مكان مونوتوني تاع الاف بي اس الروندا نفسها تتعاود وتمشي وتتعاود ولينا نحكيو على حاجات جدد على حاجات اكثر من فيزور وسكيلز دونك تخلقك لاسبي الفان في وسط جو اف بي اس وذاك عليه بتيتر انا اليوم نحبذ ومع لي جو باتل رويال بلوتو كو جو اف بي اس اللي يعاود نفس الحكايه ليه اليوم ولا فما جو خلقتك ميكانيزموات جدد دونك انا نتصور انه الباتل رويال اليوم ولات خير بون ايفولوسيون بون ايفولوسيون سي ترو دي الحقيقه نحكيو اليوم راهو كان نحكيو اي سبورتس ونحكيو كومبيتيتيفيتي راه نحكيو اف بي اس 5 في 5 استراتيجي تدخل عندك فاهم روحك عندك طرحك عندك بلاستيك عندك الاستراتيجي نتاعك تلعب في الطرح حقاني نتاع اف بي اس مش قاعد انا جوست سكيلز نتاعي عندي دي ريفليكس اكاهو دونك لهنا نحكيو على ايفولوشن ما نتصورش نحكيو هنا كل حاجه في بلاصتها اما راهو الاي سبورتس حاجه مانيفيك في الاف بي اس 5 في 5 اوكي يمكن ما فهمش لاسبي اف بي اس الكبير في لي جو باتل رويال رغم اللي هما راهو مازالوا لي جو باتل رويال ما خذوش حظهم الكبير في لي تورنوا كيما لي جو اف بي اس القدام الكل اما يقعد اليوم جابوا لنا حاجات جدد انت كي تشوف لي زيفينمون نتاع لي جو باتل رويال اكزامبل فورتنايت الحاجات اللي قاعدين يعملوا فيهم في وسط الجو حاجات انورم كي تشوف انت ترافيس كوت يغني لك في وسط ايفينمون وانت تلعب بالبيرسوناج نتاعك ولا ريانا جراندي ولا حاضر على كونسير مارتشميلو في وسط ماب احنا معناه انا نصور كي كنت صغير عمرنا ما كنا نصوروا انه احنا اصلا باش نوصلوا للليفل هذا دونك اكا الماب المحلوله والافكار الجديده اللي قاعده تجيب فيهم لي جو باتل رويال قاعده تطلع بالجيمينج البالي جديد جمله قاعده تعرف بالجيمينج اكثر لي جو هذوما معروفين وقاعدين يتلعبوا على العالم الكل ما عادش نحكيوا على نيش صغيره وقاعدين نحكيوا على حاجه كبيره دونك تقول لي بيع شويه لي سبورتس وخذ هذا الكل انا الحق نتصور ناخذ هذا معناه سو ناسي اكس كبير تاع الاي سبورتس انت لهنا الجمهور والجو نتاع الامبيونس نتاع اللي تحكي عليه انت مبكري ربع ساعه على التالي نتاع انت شويه اخر تعاد تشوفوا فالورنت كيف ايش لهم 50000 عبد مع كل ستريس والعصب نتاع فينال العبيد الكل تبدا داخله بعضها والجمهور الكل يصيح ونحكي من بعد تجيب مش اريانا جراندي نصورهم مش يجيبهم عادي حيو مايكل جاكسون كلزم معناه دونك راهو اي معناه لهنا لي سبورتس راهي باش تعطيك بوست باش تعطيك كل شيء والجو الكل باش تلقاه كالعاده معناتها احنا في تونس في 2007 و 2008 و 2009 في اي سبورت نتاع 1.6 وعملنا الجو مش نورمال العباد عامله جو عامله امبيونس عامله كل شيء اللي مش باش تلقاها جوست في موند فيرتويل تاع اريانا جراندي الحقيقه با
ظهر لي الضربة قاضية، الضربة القاضية هوني. أنا نعلن البوف، البوف والله شجعته، والله شجعته، والله شجعته، والله راني أنا من داخل من داخل نشجع خير الخدمة، خدمة الكلب. هوني هوني شباب، وفي الباتل ذا وينر هو البوف. يس انفا 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 كسرت الهزيمة. خبز دي بالسيرفيس ابوني في كليك توب نت، سهل عليك وتمكنك باش تعمل لابونمون تاعك اونليني وتوصل لك المودم غراتويتمون حتى للدار. لاكثر معلومات ادخل على www.topnet.tn. هكا شباب، دونك في الباتل الوينر متاعنا كان اليوم البف، ونكون وصلنا لنص الليل. للعبيد اللي تسمع فينا في الغاديو، قول لكم موعدنا سور انتين وفين، خليكم مع اخبار نص الليل. وانتوما كان تحبوا تكملوا تابعونا في البينك تايح، تعديوا جري على ستريمينج فيسبوك راديو اي اف ام ولا ام تي سبورت، ولا زيد على تويتش البينك تايح. وفي التشالنج متاع اليوم مع تويتش الوينر هو فتروشة، اللي باش يلعب زيد شوية تراها سي اس جو. سيس روحك يوري فتروش، انا ما ادري اخويا اسمه يخوف. ماضي فتروش. دونك شباب ان شاء الله نوصلي للدرج، باش نتعديو للزابينغ مع معتز اي كي الما، باش نعملوا ضحكه مع بعضنا على اهم مسار مع ستريمرز والجيمرز الجمعه هذه. لكن قبل نخليكم مع بيستوف الجمعه اللي فاتت مع الهايلايتس واحسن لي مومون اللي عديناهم مع ضيوفنا دان سالفان وناردي. دونك شباب ما تبعدوش، هانا راجعين. كانك مغروب بالجيمينج، توب نت تحط على ذمتك سوليوشن جيمرز كوميونيتي اللي توفر لك اون كونيكسيون تريو ديبي ستابل ايليميتي، ان بينغ اوبتيميزي وان ديبي اون ابلود اميليوري باش تلعب مرتاح.